بيبقى ساعات من الطرفين مش من طرف واحد يعني، هو بس احيانا طريقة الوقت بيبقى من الست مش من الراجل. ساعات بيبقى مخنوق، ساعات الدنيا ضغط الحياه كويس شديد بتتعبه. الست صبوره مهما كان يعني، ربنا خلق فيها الحنيه وان تستحمل العيشه. الراجل طبعا الظروف صعبه عليه ف بينفعل بتاع اكيد الراجل. هو الراجل اساسا شيء طبيعي وكل لازم يتمسك برايه، ده رجوله. لكن الست هي بتعند معاه بس على الاخر بتنزل، حتى لو هي عنيده فبتنزل يعني، مهما توصل للعند بتاعها فهي بتتواضع في اخر حاجه. الراجل اللي هو العنيد ان بيقعد يصمم على رايه، بيصمم على حاجات وبينفذها. لا الست، الراجل بطبيعته هو شخص قيادي. هل فالست المفروض ما تعاندش؟ ممكن تعاند في حالات، بس هنا بقى يجي دور الاسره. الام بتشوف البنت، بتشوف والدتها بتعامل زوجها والدها ازاي، وكذلك بتطلع البنت. فالام لو ما بتعاندش والدها فالبنت تطلع كويس. مين عنيد اكتر؟ الراجل. الست بتبقى عايزه حريه اكتر، والراجل بيبقى عنده غيره كبيره، وخصوصا الراجل المصري بيبقى مثلا بيبقى عايز مثلا الست ما تخرجش مع اصحابها مثلا، ما تصاحبش رجاله، ما تسلمش على راجل. فدي بتبقى هي بتقول انا مش واخده حريتي، فالراجل ده ما بيقبلش بكده، فهو الراجل بيبقى عنيد بسبب كده. عشان هو يعني من الواقع ما بيسمعش كلام حد، اللي في دماغه ينفذه وخلاص. لما تبتدي معايا في تحدي يعني، هي بقى تعند معايا انا شخصيا مش تعند في موضوع يعني، بس فوقتها لا لازم نحكم يعني. من معامله الراجل طبعا، لو الراجل معاملته كويسه الست هتبقى كويس، لو عاند معاها ماشي هي كمان هتعاند معاه. لو الشخص التاني مش شايف انه مصلحته في الراي ده، طيب والاحسن المشوره افضل من اي حاجه، بس ان احنا نستشير بعض افضل ما انت تاخد قرار من غير راي يعني. هو الراجل كده كده سيد القرار، بس لازم ان هو برضو ايه يستشيره عشان خاطر يكون احسن. لما بيبقى الموقف متازم وهو اصبح ان شاعر ان ليه حق مش 1000% مليون المية، فلازم يصير الموقف زي ما هو عايز ويبقى عنده ساعتها طاعة. نتخاضع الدنيا تمشي، ما اطنشه، وبعد ما اطنشه هعيش حياتي. حتى لو الزعق انا ما بتبعد عنه خالص، عشان لو بعدت عنه، لو انا هو بيزعق وانا برد عليه هيزيد اكتر، عشان هو شخصيته قوية. فانا المفروض ان انا انزل عن كرامتي شويه.